السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم أغبى اختراعات في التاريخ. غطاء حماية الرقبة. للوهلة الأولى تذكرنا تلك القطعة بآلات التعذيب، ولكن سواء صدقتم أم لا، إنها مصنوعة خصيصاً لتخفيف آلام الرقبة. كيف تعمل؟ عليكم تثبيت الحبل في الباب والجلوس بجواره، ثم ارتداء القناع على الرأس وجذب بعد ذلك الحبل حتى تصل إلى الطول المناسب، ثم اجلسوا في هذا الوضع لبضعة دقائق في وضع الاسترخاء. مقعد هاواي. إذا كان عليكم الجلوس في العمل طوال اليوم، فإنه يصعب أحياناً الانتظار حتى انتهاء وقت العمل. كرسي هاواي أو كرسي هولا مزود بمقعد متحرك على طريقة رقصة هولا التي تشتهر بها جزر الهاواي، والذي سيجعلك تحرك خصرك دون القيام من فوق المقعد. لا يمكن لهذا المقعد أن يحل محل التمرينات الرياضية، ولكنه سيجعلك تشعر بالاسترخاء أثناء العمل. فلوبي. إنه بديل المقص. إذا كنت تقوم بقص شعرك باستمرار، قام المخترع ريكي هانت بتسجيل هذا الابتكار لقص الشعر كبراءة اختراع في عام 1986. تعمل تلك الآلة على طريقة المكنسة الكهربائية، ولكن المشكلة أن تلك الآلة بطيئة للغاية، كمامة لوضع أحمر الشفاه. حتى وإن كنت لا تجيدين وضع أحمر الشفاه بشكل صحيح، لا ننصحك باستخدام تلك الكمامة. يستخدم هذا المنتج المصنوع في اليابان لمساعدتك في وضع أحمر الشفاه فوق شفاهك بشكل صحيح. سخان على أنبوبة عادم السيارات. لا يلزمك التوقف والذهاب إلى مطعم إذا كان من الممكن الاستمرار في قيادة السيارة وتحضير الطعام في نفس الوقت. قم بتثبيت هذا الجهاز على أنبوبة العادم وضع بداخله قطعة من اللحم أو البرجر، ثم انتظر حتى تجهز وجبتك اللذيذة، وكل ما عليك فعله هو الاستمرار في القيادة وسوف يجهز اللحم نفسه. يورك لعب. ماذا تفعل إذا أردت قضاء حاجتك أثناء اللعب؟ سيساعدك مضرب الجولف المسمى يورك لعب على الخروج من هذا الموقف بهدوء. هذا المضرب مجوف من الداخل ويحتوي على غطاء. بعبارة أخرى، إذا أردت التبول عليك فقط فتح هذا الغطاء والانطلاق، ولكن عليك استخدام فوطة لإخفاء تلك العملية عن أنظار المحيطين. غطاء تحسين العلاقة الزوجية. يحدث الانفصال بين الأزواج لأسباب مختلفة، واحد من تلك الأسباب هو إطلاق البطن للروائح الكريهة. يضمن لكم هذا الغطاء أنه في حالة إفساد الزوج أو الزوجة للهواء أثناء النوم، فإن الشخص الآخر لن يشعر بذلك لأن هذا الغطاء يمتص الرائحة. قفص الأطفال. إنه قفص للأطفال ابتكرته إم ماريت في عام 1922، ولكنه لم يحقق شعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وهذا أمر لا يدعو للدهشة. ولكن في عام 1937 تم إرسال هذا القفص إلى دار لرعاية الأطفال بمقاطعة تشيلسي في لندن. الفكرة هي تثبيت هذا القفص على نافذة المنزل لكي يستطيع الطفل التنزه ببصره قليلاً. ولكن لماذا لا يذهب الآباء للتنزه مع أبنائهم؟ فتعليق الطفل في الهواء في الطابق الخامس أو السادس لا يغني عن التنزه. حوض الأسماك المتنقل. إذا كان لديك أحد أسماك الزينة، عليك تجنب تعريض الحوض الخاص بها لأشعة الشمس المباشرة، لأن هذا الأمر يساعد على نمو الطفيلات المائية، كما يزيد درجة حرارة المياه. خطرت فكرة تصنيع حوض متحرك لأسماك الزينة في رأس شخص كان يريد اصطحاب سمكته معه لمشاهدة العالم. وبهذا الاختراع أصبحت الأسماك تتمتع بنفس فرصة القطط والكلاب. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.